أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامجكم وقالة الصحف، جملة من الموضوعات والقضايا التي تناولتها صحافتنا المحلية على صدر صفحاتها الغراء. موضوعات وقضايا تلامس هموم المواطن وحياته المعيشية، والبداية من فقرة مانشيت وأبرز العناوين الرئيسية، ونبدأ من صحيفة البعث وأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الأسد يصدر القانون 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء. السيد نصر الله: اتفاق الترسيم انتصار كبير للبنان والمقاومة. الصين: يجب بذل كل الجهود لإيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية. واهتمت صحيفة تشرين وأبرز ما جاء فيها من عناوين. الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء. التجارة الداخلية تنفي الأخبار المتداولة حول رفع سعر ربطة الخبز. صيدليات تتحول إلى سوبر ماركت وأسعار الدواء كأسعار المتة. نقابة الصيادلة تختبئ خلف تعليمات ونواظم وتتجاهل حقائق السوق. بدورها صحيفة الثورة ذكرت عناوين منها: الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 41 المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء. صباغ: ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب العربي في فلسطين والجولان السوري انتهاكات جسيمة للقانون الدولي. سوريا تدين الاعتداء الإرهابي على مزار شاه جراك في مدينة شيراز الإيرانية. ومن فقرة مانشيت إلى فقرة رأي الصحف والمقال الذي كتبته الصحفية عزة شتاوي في جريدة الثورة تحت عنوان: أوروبا تنتظر بريد بايدن في صندوق القرن الفائت. فتقول الصحيفة: هي القارة العجوز تضيع في حساباتها. أنف أوروبا يخطئ في شم الأنفاس السياسية والعسكرية الدائرة حولها في العالم، بل تتلمس الدول الأوروبية طريقها بعيني الرئيس الأمريكي جون بايدن الذي ضعف بصره السياسي لدرجة أنه يرى الجبهات الأربع التي فتحها على بلاده مع روسيا والصين وكوريا الشمالية وحتى في الشرق الأوسط جبهة واحدة هي أوكرانيا، ولا يستطيع التمييز بأن القطبية الأحادية على أبواب الأفول وظهور عالم متعدد الأقطاب. وتتابع الصحفية عزة شتاوي مقالتها بالقول: الأمر أكبر من أوكرانيا، يقول جو بايدن، فالحرب هي حرب الناتو وأوروبا وليس مساندة لكييف. فما يطالب بايدن الأوروبيين بدفعه في أوكرانيا عسكريا ولوجستيا وعقوبات على روسيا والدول الأخرى يدفع العالم لتمزيق الدولار واستبداله. يدفع أوروبا لفتح حصالاتها النقدية والبدء بتوزيع ما تبقى منها دعما لتدفئة مواطنيها الذين بدأوا يتلمسون الساقية على لائحات زيادة أسعار الطاقة وحتى الطعام. وتختم الصحفية عزة شتاوي مقالتها بالقول: حسابات أوروبا الخاطئة في فهم العالم الجديد تشبه كثيرا سلوكها التقليدي في الحفاظ على صندوق البريد في المنازل، بينما يأخذ مواطنوها كل المواعيد على الإنترنت. هي لا تزال تبعث لواشنطن رسائل بالريشة والحبر وتنتظر الرد ببطء القرون الوسطى، بينما تضعها واشنطن على جبهة الحرب بتصريح تلفزيوني من جو بايدن. يبدو أن أمريكا لا تقرأ السياسات العالمية الجديدة وما يجري، هي فقط تنتظر بريدا لن يأتي من أمريكا. وفي فقر التحقيقات وقضايا نتوقف مع جريدة تشرين والتحقيق الذي أجرته الصحفية بادية الونوس تحت عنوان: الأسعار مولعة وحماية المستهلك تتحول إلى مكتب لإحصاء أعداد الضبوط. الاعتراف بالعجز فضيلة ومصارحة المستهلك أفضل من تضليله. فتقول الصحيفة: ارتفاع الأسعار حديث لا يعلوه حديث. أغلبية الناس باتوا يعملون على جبهات عمل متعددة لتأمين أدنى تفاصيل الحياة لأسباب معروفة للجميع، منها تحكم حيتان السوق بلقمة عيشنا والمبررات جاهزة للتلويح بها في كل وقت. في المقابل
العقوبات وأعداد الضبوط التي تتغنى بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تبدو هزيلة أمام وحشية عبادات المال. فعندما يبيع صاحب المحل أي مادة يقنع المواطن بأن الأسعار عالمية وحتى باقة البقدونس تسعر وفق سعر الصرف ولديه الفواتير نظامية، بينما في حقيقة الأمر لديه فاتورة نظامية من الشركة على حد قوله للزبائن عندما يصادف أن يتذمر أحد من السعر، وأيضا لديه فاتورة ثانية بالسعر وفق تسعيرة التموين تقدم للدوريات في حال طلب منه ذلك، ناهيك بالمخالفات في المواصفات أو انتهاك مدة الصلاحية. مشاهدينا الوقوف أكثر على واقع الأسعار الشتوية، يسرنا أن يكون معنا الأستاذ رائد عجيب رئيس دائرة لحماية المستهلك في محافظة اللاذقية. يعطيك العافية أستاذ رائد. الله يعافيك يا رب، أهلا وسهلا. أنا أستاذ، بداية أستاذ رائد، لنتحدث عن واقع الأسواق وكيفية المراقبة من دائرة المستهلك والتجارة الداخلية. أول شيء يعطيك العافية. ثاني شيء نحن دوريات لما تشتري السوق عندنا مشاريع تعريف سواء كانت للخضار وللفواكه وللأسعار المواد فيه الموجودين. في شيء في نشرة وزارية ونشرتنا بالنسبة للخضار ويستصدر أسبوعيا مرتين. بيتم مراقبة جميع الحلقات ابتداء من المسلخ أو من سوق الهان لوصول لآخر حلقة. أي حدا ما بده يعطي فواتير بيتم تنظيمه طبعا. ثانيا أنواع المواد الموجودة عندنا، في شيء بيخضع لبيان الكلفة. بيان الكلفة للمستورد أو للمنتج بناء عليه إلى نسبة ربح بتم وضعها على المادة أو على السلعة الموجودة وطرحها بالأسواق. من خلال اللي احنا الأسبوع الماضي عم نحاول ونتابع أي حدا عم بتلاعب بالفواتير. هلا خلال الأسبوع الماضي إذا تذكري تم ضبط سيارة شحنة شاي كانت أخذ فواتير مضمنة، ما كانوا عاطينا فواتير لقصد التلاعب بالأسعار. تم تنظيم منضبط وحجز البضاعة وتغريب المخالف بمبلغ 680 مليون ليرة وخشوع، بالإضافة إلى الأعلاف كمان كان يعطي أسعار وهمية. أي حدا بيعطي فاتورتين أو بيعطي الأسعار البضاعة الموجودة عنده بسعر فاتورة أو بالإضافة إلى كشف حساب بالسعر الحقيقي، قادر يتلاعب بالفواتير بخصوص ضد جهات حماية المستهلك وعقوبة كبيرة بتبدأ بالسجن من سنة لسبع سنين. يعني هذه الإجراءات اللي والضوابط اللي صادرة من دائرة المستهلك والتجارة الداخلية أستاذ رائد. أضيف أن جبنا تعليمات من السيد الوزير بشكل مباشر ملاحقة كبار التجار والمنتجين، يعني حتى جبنا تعليمات أنه أي محلات صغيرة أو سوبر ماركت أو محلات صغيرة لا تلاحقوا ولاحقوا التجار الكبار والمنتجين والمستوردين. نحن كان عملنا خلال الفترة الماضية كلياته بنصب عليهم. يعني أستاذ رائد نحن عم نحكي بشكل عام. بشكل عام وخصوصا على المواد الغذائية، ولكن المقال اللي خصصناه للحديث معك هو استقبال الشتاء بألبسة شتوية، يعني عم نشوف فعلا في ارتفاع جنوني بالأسعار. هلا الألبسة مطالب في نوعين من الألبسة، الألبسة المنتجة بده يقدم صاحبها بيان كلفة فيها شو مكلفته بكلفوا له مع نسبة ربح محققة له بالإضافة إلى فاتورة أساسية، بالإضافة إلى أنه تم التعميم على جميع محلات ألبسة، أي زبون بده يشتري سواء كانت كنزة واحدة مجبر بإعطاء فاتورة أصلية للمستهلك حتى لو أخذ كنزة أو بنطلون أو أي حذاء. صاحب المحل من حق صاحب المشتري أو المستهلك أن يأخذ فاتورة مهما كانت، سواء كانت الكمية قليلة أم كبيرة، يأخذ فاتورة نظامية بسعر أي كنزة. هلا اليوم الصبحيات على سبيل المثال إجت لعندي أخت اشتغل على حذاء بوت رياضة أخذته ب 48,000 ليرة سعودية مباشرة. هلا مقارنة بالاسعار اللي عم نشوفها هلا بالسوق السعر. هلا على سبيل المثال فورا مباشرة تم تكتيف دورية بدون اخذ شكوى خطية، مباشرة تم ارسال دورية مع الاخذ على المحل، تم الاطلاع على الفواتير، بدا المفروض انه يبيع عياد 39,000 ليرة سعودية، تم تنظيم ضبط مباشرة البيع بسعر زائد وتم ارجاع الفرق للاخذ. وما كان عطاها فاتورة، وانا ننبه الشباب مباشرة بدون شكوى خطية. يعني يجب ان يكون هناك ثقافة شكوى لدى المواطنين. حتى على الشكوى الهاتفية او ما عم بستنى لحتى ياخذوا شكوات خطية، مباشرة عم ببعث الدورية لاي شيء بيجيني مباشرة ببعث لعندهم بيعالجوا الموضوع بأرضه بدون رجوع لشيء. بالاضافة الى ذلك عم نحاول نركز بشكل كبير على المخالفات الجسيمة، المخالفات الكبيرة مثل الاسبوع الماضي على سبيل المثال، سواء كان المطحن الطين يوم الجمعة
تنضبط مسبخ كمان، هي مواضيع حساسه كثير وعم نتابعها من صغيره لكبيره. وعم نحاول نضبط هلا اي حدا عم بيجي يقدم بيان كلفه لاي ماده مستورده، عم نتابع البيان من وصوله لعنا، عم نلعب دوريات على المغسل اتباع الماده ولوصولها على المستودعات واليه توزيعها مشان توصل بنفس السعر اللي ملزم فيه التجار بالنشره، او اذا ما كان نازل بالنشره يلزم البيان كلفه حقيقي ومؤمن عن باتا يبيع اي قطعه من قطع لحتى يصدر بيان كلفه الاساسي. يعني بالفعل نتمنى المتابعه من قبل حضراتكم، يعني بتعرف ان بقى برد الشتاء ويعني اكيد لازم يكون في البسه مناسبه مع الدخل لكل المواطنين السوريين. استاذ رائد، يعني احنا اذا انا كمواطنه سوريه عم شوف انه فعلا في فروقات بين بائع وبين تاجر واخر، بين سوق واخر، يعني بنشوف نفس الجوده نفس المواصفات ولكن تختلف الفروقات بالاسعار. هلا نحن بالنسبه لموضوع الفروقات الاسعار بالنسبه لموضوع الالبسه وجهت كل الدوريات انه يسحب عينات سعريه ونسيجيه، نسيجيه وسعريه، اي شيء مخالف بالسعر سواء على البيان بطاقه البيان الموجوده إلى او بالفاتوره عم بيتم اتخاذ الاجراء الفوري بحقه سواء البسه ام اغذيه. وجهنا دوريات لهذا الموضوع حتى بالنسبه للنسيج عم بيتم شان فروقات اسعار. نحن على سبيل المثال الالبسه بتتفاوت جوده الكنزه او نوعيه القطن المستخدمه او نسبه الخيوط الموجوده بالكنزه، اذا كانت قطن نسبة 50% ولا 60% ولا الليجرا ولا خيوط متنوعه، كمان هي بيلعب دور كبير طبعا في الكنزه طبعا. ولكن بتروح انت لنحكي على سبيل الكنزه او الحذاء او الجاكيت، وخصوصا هلا في ارتفاع جنوني بالجواكيت الشتويه استاذ، ببدايه الموسم الشتائي عم نشوف فعلا ارتفاع، يعني يا دوب انه فعلا يشتروا قطعه يعني بيتعاملوا بالدين حتى كثير من المواطنين. تم التوجيه جميع الدوريات بهذا الخصوص، وخلال 10 ايام اذا بتطبقين على نفس البرنامج معك حاعطيك نتيجه وشو اشتغلنا ان شاء الله باذن الله. يعطيكم العافيه. بس في رقم للشكوى استاذ رائد باي مواطن بحب او رقمي انا سجلي عندك 09 9 8 8 4 7 7 6 2 حعيده 4 7 7 6 2 ست اثنين. تمام. الاستاذ رائد عجيب رئيس دائرة حماية المستهلك في محافظة اللاذقية، اي حدا بيحب يتواصل لنحافظ على ثقافة الشكوى ونكون فعلا على دراية تامة بالاسعار اللي عم تكون مطروحة بالسوق، رقم الاستاذ 092 8472 62. يعطيك العافية استاذ رائد، شكرا لجهودكم الحديثة اللي بنتمنى تكون متواصلة على مدار العام ان شاء الله باذن الله جاهزين على 24 ساعة. يعطيك العافية، شكرا. اهلا وسهلا. ونبقى مع فقرة زوايا وأعمدة حيث نتوقف مع جريدة الفداء والمقال الذي كتبه الصحفي محمد أحمد خبازي تحت عنوان نبض الناس الميدان بانتظار الفرسان. فتقول الصحيفة: الآن وقد انتهت انتخابات الإدارة المحلية وتشكيلاتها والمباركات والتبريكات والتهاني والتمنيات، ينبغي للمجالس المحلية بكل أنواعها وفئاتها أن تشمر عن ساعد الهمة والنشاط وتبدأ أعمالها في خدمة الناس بمجالاتها الإدارية بما منحها قانون الإدارة المحلية 107 للعام 2011 من صلاحيات وسلطات وقدرات لإقرار البرامج والخطط الخدمية النابعة من مصالح الناس والتي تهدف لتحسين واقعهم الخدمي بامتياز. ويتابع الصحفي محمد أحمد خبازي مقالته بالقول: في الفترة السابقة من الترشح والاستئناس والانتخابات سمعنا كما سمع المواطنون في كل مكان من مرشحين كلاما كثيرا ووعودا كبيرة، كلها تصب في خدمة الصالح العام، وجميعها تبشر بتلبية رغبات الناس وآمالهم بخدمات عامة تليق بهم وعلى كل الصعد. وباعتقادنا أمسى المجال اليوم واسعا لأصحاب الكلام تنفيذه ولذوي الوعود تطبيقها، وها هو الميدان بانتظار الفرسان. ويختم الصحفي محمد أحمد خبازي مقالته بالقول: المطلوب أن تكون المجالس المنتخبة ممثلة للشعب فعلا، لا واجهات للزينة، فعصر الواجهات ولا. وينبغي أن يدرك الجميع أن فوزهم لا يعني امتيازا لهم، وإنما هو مسؤولية يجب عليهم أداؤها تجاه الوطن وناسه بشرف ونزاهة وجرأة عالية.
وواهم منهم من يعتقد أن المرسوم الرئاسي بتسميته عضوا في مجلس أو رئيسا لمجلس يحميه إذا اشتغل لمصالحه الخاصة وعمل لمنافعه الذاتية الضيقة وانتهج الفساد والإفساد، فالمرسوم الذي يسمي لا يحمي من الزلل، ودائما يتبعه مرسوم آخر بإعفاء سواء أكان المرتكب أو المرتكب عضوا أو مجلسا، والأمثلة أكثر من أن تحصى في هذا المجال. ونبقى مع جريدة البعث والمقال الذي كتبه الصحفي مروان حويجة الذي حمل عنوان أولويات تنموية واحتياجات خدمية بانتظار مجلس اللاذقية الجديد. فتقول الصحيفة: كثيرة هي القضايا والملفات التي تنتظر مجلس مدينة اللاذقية الجديد الذي يأتي انتخابه بعد الفراغ الطويل الذي شهدته المدينة جراء حل المجلس السابق وإعفاء وتغيير المكتب التنفيذي مرات عديدة خلال الدورة السابقة بكل مجرياتها غير المستقرة. ويتابع الصحفي مروان حويجة مقالته بالقول: إذا كان قدر هذه المدينة أن تسجل رقما غير مسبوق في عدد مرات تغيير رئيس وأعضاء مكتبها التنفيذي خلال الدورة الماضية وانعكاس هذه التغييرات على الدور المناطي بالمجلس في المتابعة الأجدى والأفضل للكثير من القضايا والأولويات والاحتياجات التي تسهم في تطوير واقع المدينة تنمويا وخدميا وبيئيا وسياحيا، فإنه من حق مدينة اللاذقية أن تتطلع من خلال مجلسها الجديد إلى انطلاقة خدمية حقيقية شاملة لكل القطاعات. ويختم الصحفي مروان حويجة مقالته بالقول: من الضروري جدا أن تكون الأولوية أيضا للمسطحات والمساحات الخضراء وتجهيز وتأهيل الحدائق وإجراء صيانة شاملة لشوارع المدينة وأرصفتها وأسواقها الشعبية وتنظيمها، وينبغي ألا تبقى اللاذقية بلا سوق نموذجية للسوق، والاهتمام بمداخل المدينة وكراجات للانطلاق وتنظيم عمل المحال والمهني وإزالة إشغالات الأرصفة والاهتمام المكثف والمركز بنظافة الشوارع والأحياء والساحات العامة وبما يدعم تحسين واقع مدينة اللاذقية خدميا وتنمويا وجماليا. ونبقى مع فقرة ملفات اجتماعية، حيث نتوقف مع جريدة تشرين وما كتبته الصحفية دينا عبد في صفحة المجتمع تحت عنوان الغيرة من نجاح الآخرين، ها هي عقدة نقص أم مرض، زيارة الطبيب النفسي حالة طبيعية ومجتمعنا لا يتقبلها. فتقول الصحيفة: الغيرة شعور طبيعي عند الإنسان، وغالبا ما تكون إيجابية تحفز الشخص على الإنجاز بطريقة إيجابية، أو ربما تجعله شخصا مكروها بين الناس لأنه لا يتمنى الخير لغيره. وتتحدث عبير عن تجربتها في العمل وهي موظفة، تقول: ظاهرة الغيرة المرضية للأسف انتشرت بكثرة في مجتمعنا وخاصة بين زملاء العمل وطلاب الجامعات، فقد تصل الغيرة المرضية لدرجة الأذى، فقد يؤذي أحد الأشخاص زميله من خلال تشويه سمعته وتخريب علاقته مع مديره لأنه محبوب من زملائه. وتتساءل عبير: لماذا يخجل البعض من زيارة الطبيب النفسي إذا كانت لديه مشكلة؟ فمن الطبيعي جدا إذا شعر الإنسان بأي مشكلة نفسية مراجعة الطبيب، ومن الضروري أن يتقبل مجتمعنا هذا الشيء. مشاهدينا، نبقى مع فقرة الأخبار المحلية، حيث نتوقف اليوم مع مجموعة من الأخبار المحلية المنوعة، والبداية من صحيفة الوحدة. قال مدير الموارد المائية في اللاذقية المهندس فراس حيدر أن المديرية تتابع أعمالها في تعزيل المجاري والعبارات المتقاطعة مع الطرق الرئيسية استعدادا لموسم الأمطار، وحرصا على عدم حدوث أي اختناقات أو أضرار للأراضي الزراعية. ونبقى مع صحيفة العروبة الصادرة في حمص.
أكد الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أن مخبز المدينة الجامعية سيدخل في الخدمة قريبا بعد أن تم الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والمدنية والتعاقد لتركيب الآلات مما يوفر للطلاب رغيف الخبز الطازج. ونبقى مع صحيفة الجماهير الصادرة في حلب. بيّنت مديرة السياحة في محافظة حلب المهندسة نايلة شحود أن محافظة حلب تطرح 7 مشاريع ضمن ملتقى الاستثمار السياحي لعام 2022 لإشادة فنادق ومطاعم تراثية وسياحية، وذلك بالتنسيق مع الجهات العامة ومجلس مدينة حلب المالكة للأراضي التي ترغب بطرحها للاستثمار السياحي. ونبقى مع صحيفة الفداء الصادرة في حماه. كشف مدير الشركة لصناعة السجاد والصوف في حماه هشام العبدالله أن مبيعات الشركة بلغت حتى بداية شهر أيلول الفائت نحو 1,700,000,000 ليرة، شملت غزولا صوفية وسجادا صوفيا من إنتاج معامل السجاد في حماه ودمشق والسويداء. نبقى مشاهدينا الأكارم مع فقط بدون تعليق وأبرز الصور الكاريكاتيرية للصحف المحلية. بهذه الفقرة مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجكم وقالت الصحف. إلى اللقاء.